بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الفرات، حياكم الله، هلا ومليون هلا بكم بيوم رمضاني مبارك آخر وبحلقة جديدة من برنامج أجل رزق، وحلقة جديدة إن شاء الله مليئة بالمفاجآت والجوائز والمشاريع. وإحنا كل هدفنا بهذا البرنامج أنه نشجع الشباب على أنه يدخلون ويانا في تمويل مشروع، وريد احنا المتسابق تكون عنده الجرأة والاندفاع ان يقول انا اروح وياكم المرحلة الثالثة حتى اخذ المشروع. تحية كل من راسلنا وكل من دزلنا اتصالات، قصد الرسائل، على طريق الواتساب. الرقم اللي راح يطلع علي هسه راح يطلع هنا قبل شوية او بعد شوية، رقم واتساب تدز عليه بيه اسمك الثلاثة فقط، لا تتصل بي ولا تدز رسائل انا فلان وانا ما ادري شلون، هاي ما تاكل عندنا هنا ستاره لجنه كلش ايدها والهذا. هذا الرقم اللي راح يطلع الان امامكم. هاي شنو طلع؟ اللهم صل، بدينا منه بعدنا يا ابو المعدي والمخرج اليوم حارب حارب. نبدي هذا شنو ايش طلعت للسؤال؟ شنو ما ادري اشتغل اشتغل. الو 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 صفاوي، شلونك عمو؟ صيام مقبول، رمضان كريم. المخرج يقول عليك كبرار عندك نظارات. انا ما اشوف. طيب شنو؟ ها من تخلص الحلقه انا عاجل. اي والله يا بس يمكن هذا الرقم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رحب بكم اجمل ترحيب بحلقه جديده من برنامج اجر رزق اللي يجيكم عبر شاشه الفرات الفضائيه. يوم جديد وبدايه جديده وحلقه جديده، وان شاء الله الكل ربحان، ما عندنا احد خسران. ارجع واقول مره اخرى، رمضان كريم عليكم، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة واليمن والبركات عليكم وعلى عوائلكم الكريمة. شلونك عمو؟ والله لا ظلت هيش نعمة ولا طلع لها واحد مثل أحمد غلام، لو أبو الصوت أحمد الملة تلص. الحمد لله. أستسمع شي أنت شو ما قلت؟ خاف عافونا وراحة. لا ويانا ويانا موجودين ويانا. اليوم الأسئلة دسمة والله مبين شو راح صار بها الأسئلة دسمة. بس غسل وجه. اي غسل لأن دسم بالبداية. دسم وحضرة المعد جاب الأسئلة إلى عقر داري، وانت بكيفك بعد عجبتك عقر داري سيفها يمك. يلا عندنا متصل. لا يلا يا الله، بداية موفقة يا رب. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذ حيدر، شلونك حبيبي؟ أنا زين إذا أنت زين حبيبي. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. رمضان كريم عليك وعلى العائلة الكريمة يا رب. الله يحفظك ويسلمك، تحياتي لحضرتك واستاذ رحوم وكادر قناة الفرات. الله يسلمك. اعداد واخراج تقديم، والله جدا فرحان لان حصلتكم. يا عمري حيدوري. طبعا صار 5 سنوات اتصل وادز رسائل برنامج ياسس بيك كريديت، بس احصل فرصة اتصل ويا استاذ رحومي هذا الملاك والفنان القدير والكبير والإعلامي المتميز. أنا متابع الحمد لله وشكر على تيك توك وعلى كل تطبيقاته وعلى كل قناة وعلى أي طبعا عمل مسلسل يقدمه. أنا متابع أستاذ رحومي والله، يعني بعد ما أعرف شو أقول لك، هذا أستاذ رحومي جاك. حياة الكل أستاذ المتميز بالإعداد وبالإخراج وبالإخراج وقناة العائلة العراقية اللي تربينا منها وتعلمنا منها. حيدر كثيرة. حيدر الحبيب، رمضان كريم، كل عام انت بخير، صيام مقبول ان شاء الله. انا اشكرك على كلامك الجميل لطيف وعلى متابعتك المستمره لبرامجنا. حيدوري عيني عم رحوم يقول لك شكرا بحجم الدنيا لانه متابعنا، واحنا نتشرف انت متابعنا. الله يحفظك الله يسلمك. يلا حيدور جاهز؟ الحمد لله انا حصلنا اليوم يعني. ان شاء الله جاهز، والله صار 5 سنوات ما محصل استاذ رحومي. نعمة، اكو ناس 7 سنوات ما محصلة حيدر. يلا ان شاء الله احنا وياك اليوم نعينك. يلا. راح نبلش بالمرحلة الأولى، المرحلة الأولى سؤالها راح يكون ب 50,000 دينار عراقي، بها سؤالين، تمام؟ نعم. يلا أستاذ حيدر، يا الله، السؤال يقول: ما هو مرادف كلمة كوميديا في اللغة العربية؟ الاختيارات: النباهة، اي البداهة، لو الفكاهة. انطيني اختيارات. عندنا قدامك 3 اختيارات. اسمع عيد الاختيارات اسمعني. ايه النباهة، لو البداهة، الفكاهة. عافية عليك. صح، عافية عليك حيدر. الاسئلة اليوم سهلة، وواجبنا انه تربحون وبس وتستمتعون بيومكم. صار عندك برصيدك 50,000 دينار عراقي، رايحين للسؤال الثاني قيمته 50,000 دينار عراقي. جاهز صفاوي؟ بس احنا ما عاد عندنا 50,000. ايه
الكوميديا احنا قلنا الفكاهه، بس يكون لازم نميز بين الفكاهه حج اسف وبين التفاهه صح، وبين السفاهه صح. لان هواي هسه نشوف بالوسائل التواصل الاجتماعي مجموعه اصدقاء يعني على ابو انه هذا تمثيل، وللاسف دول يحسبون على الممثلين، يقول له هو هذا تمثيلكم، هو هذا مو تمثيلنا، التمثيل الملتزم وفق نص مجاز وفق قناه رسميه محترمه تعرض المسلسل، مو يجي ذول مجموعه الشباب يسوي نفسه بنيه يسوي نفسه مريه، لو يروح يمثل وي ابوه رجال فقير صح. لو ينصب على بيبيته لو عمه، لا هذا هاي حشاكم حشاكم، هاي تفاهه يعني، مو لا كوميديا ولا فكاهه. الطامه الكبرى على قولتك عمرو حومي انه بعض من الناس يعتبرونهم انه ذولا بالضبط، يقول لك هو هذا تمثيل، هذا مو تمثيل هذا صح. تفضل يلا حيدور جاهز؟ نعم جاهز. يلا نقول يا الله روح على السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول ما هو الاكثر سرعه بين الاختيارات الرصاصه لو الصوت لو الضوء؟ اكثر سرعه طبعا. ها والله ساعدني ساعدني استاذ، والله يعني عن بينات الله يشفيك شر الرصاصه. اعتقد الصوت يعني الله اخويا يقول الضوء. عافيه عليك عافيه عليك، ولذلك 100,000 دينار عراقي. يقولون السرعه سنه ضوئيه ما يقولون سنه صوتيه صح. شكرا يا حيدوري. نعم حبيبي جاهز رايحين خليكم تساعدوني يا مان، لان عندي مريض والله محتاج عمليه، والعمليه تكلف اكثر من 3 ملايين. يلا ان شاء الله وياك رايحين للمرحله الثانيه. جاهز ان شاء الله، بس انت هم ساعد نفسك مو بس احنا حتى. ان شاء الله ان شاء الله. يلا سؤال المرحله الثانيه، انت علاقتك بالفن شلونها؟ زينه متابع؟ اكيد متابع والله نص ونص يعني مو هوايه. يلا السؤال يقول من هو مخرج فيلم تايتانيك؟ يوسف شاهين. من هو مخرج فيلم تايتانيك؟ اي يوسف شاهين لو غسان لو كاميرون. ممكن مساعدة؟ نقول الخير الأمور أوسطها؟ والله أنا أقول شوف هو تايتانيك فيلم أجنبي يعني. إيه. كاميرون أعتقد الأول 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 كاميرون. جيمس كاميرون. منو؟ جيمس كاميرون. مشي حتلو غير مشي. عافية عليك كاميرون، عافية عليك عافية عليك، صار عندك 200,000 دينار عراقي، لأنه هذا السؤال قيمته مضروبة في 2. حيدر نعم احنا لحد الآن بدنا نساعدك. أقول لك فايتين على سؤال مهم مصطفى، ما دام يم حيدر مرة أتذكر والله يمكن بثاني متوسط ماشي فتحونا بنص سنة لأسئلة امتحنونا تاريخ، هو كان عندنا رياضيات فأعتقد مطينك أسئلة مال الرياضيات ومطينا أسئلة التاريخ. تعال هسه تعال هسه أنا عارج ذاك الموقف وش تعالج بعده؟ أقول ما عندي كاميرون أنا عندي هذا بعد، معقول الشكل وين هذا؟ أنت أسئلتك مو مثل أسئلتي. تختلي مختلفين عليك. يلا يلا استاذ حيدر انا من قلت دسمه ورحت غسلت ايدي عن الدسمه. يلا جاهز؟ يلا حيدر ان شاء الله السؤال سهل. يلا يلا بس ركز بالسؤال والله سهل ان شاء الله. السؤال يقول من هو مؤسس جائزة الهلال الذهبي الفنية؟ نجيب سواريز، حيدر النعيمي لو الفريق نوبل؟ حيدر النعيمي. عفوا عليك عفوا. حيدر النعيمي مؤسس جائزة الهلال الذهبية الفنية بالعراق، صار عندك 300,000 دينار عراقي يا حيدر. حلو. رايحين المرحلة الوحش واللي هي أسئلة المشروع. أنا رأيي الشخصي جاهز تروح للمشروع لو تاخذ 300 وتقول باي باي. رأيي الشخصي يعني أنا أقول حيدر يعني هسه أنت عندك 300,000 دينار وقدامك سؤال المشروع، وإحنا نشجع على المشروع لكن كون تكون مستعد لصدق يعني، مو تقول ها والله يلا شلون ما صارت يعني اذا خذلت اذا خذلت سؤال المشروع يروح على 300؟ ايه ترجع على 100. ارجع على 100؟ ايه والله محتاج اني انا عندي مريض انا واريد مساعدتكم. والله اخذ ال 300 وتوكل على الله، هذا رايي الشخصي انا بعد. يلا يلا ان شاء الله اخذ ال 300 وانسحب. خلاص براحتك. يلا يا حيدوري الله يوفقك، مبروك عليك 300,000 دينار عراقي المقدمه من شاشه الفرات وبرنامج اجر الرزق.
قصي حاكم والله شوف نفس الاسئله خلاص. يا عمك والله دقيقه مزعلني جغرافيا مزعله تاريخ. تاخذ التاريخ من الجغرافيا صدق. يلا قصي قصي حاكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عمو قصي من وين تخابرنا؟ والله خابر حاليا من الفلوجه. من الفلوجه حياك الله. الله حيه. حي الله الفلوجه. هلا اهل الفلوجه. حي الله للانبار. يا هلا بقصي. قصي ايش تشتغل؟ والله عسكري. عسكري. تحيه لكل قواتنا الامنيه. اكيد. تحيه لكل جندي عراقي والكل منتسب عراقي والكل شخص مهمته هو حمايه امن هالبلد. تحيه لربعك بدءا منك الى قائد الفرق الى وزير الدفاع. ربي يحفظكم ان شاء الله. يلا احنا باع. شوف بما انه انت عسكري اكيد اكيد انت ببالك مشروع. اخوك صديقك جيرانك فمخلي ببالك مشروع تقول والله انا هسه اكون اسوي فلان شيء يعني مثلا. اي صحيح. شنو المشروع اللي ببالك؟ والله المشروع وايد واحد بباله مشاريع بس واحد يتصدى على مشروع مال بيت كذا هيك مثلا بيت. احنا نريد مشروع عمل خليك تركز وياي. يعني مثلا فرن. أيه. باب رزق يعني. باب رزق محل تليفونات. باب رزق. باب رزق اي محل مال تليفونات. اي صحيح محل مال تليفون. مخلي ببالك. يلا ماشي خلي يعني جاهز اليوم نروح لمرحلة الوحش. نروح نشوف. انتم بعد ابناء العراق الغيارة لازمين حدودنا وقاعنا وارضنا يلزمنا وحش. يلا نقول يا الله. نروح نشوف سؤال اول ويا قصي. سؤال اول يقول اكمل هذه المقولة. عش رجبا ترى عنبا عجبا ذهبا. بين ذي شو كفي لك الله ما يرادل يعني. ها السؤال ما وضع عندي شاط. يلا يابا يقول له عيش رجب وتشوف عنب عجب ذهب. عيش رجب وتشوف اي شو تشوف عنب لو عجب لو ذهب. والله صح 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 بدون ما صح 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 بالواجب وتعبان هسه هو يا عجب يا ذهب. يا هاي 50,000 جتك من برنامج اجر رزق من قناه الفرات. تعال ويانا ال 50,000 خل حتى تروح تكمل واجبك. خلي نحمس لك الاسئله على السريع. السؤال الثاني يقول هسه هو الرجال بالواجب قصي واحتمال شو اسمه والدور تجيبون له مال شعراء. ويلا القصيدة التي ليس لها شاعر تسمى العديمة القويمة اليتيمة. قصيدة ما لها شاعر تلقاها يومية تسولفها. ها اليتيمة. صحيح يتيمة. اليتيمة صح 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 والله. عندك 100,000 دينار عراقي برصيدك. حلو هسه عندك 100,000. تعال ويانا على المرحلة الثانية. الكل سؤال عليه 100,000 يعني السؤال الأول. المرحلة الثانية يصير عندك 200 إذا جاوبته بجيبك هسه أنت 100 من المرحلة الأولى. نعم. يقول السؤال بالمرحلة الثانية. نعم. حشرة تأكل الأخضر واليابس. نعم. وتتلف الزرع ما هي؟ الذباب البعوض الجراد. ذيك وينك جراد. ذيك وينك كفي لك الله. ذيك شنو؟ جرابي. عفية عليك. عفية صح. عفية عليك. صحيح. صار عندك 200,000 دينار عراقي وانت قاعد بالواجب بالفلوجه. هسه اليوم تخلص الواجب ان شاء الله بجيبك 200,000 لحد الان. فدير بالك خويا لا ما تجاوب السؤال الجاي وترجع على 100,000. السؤال الثاني بالمرحله الثانيه هذا هم بي 100,000 كفي لك الله. 100,000 ايش طايره بالهواء بس عليك مد ايدك من البرج تلقف. في اي عام حبيبي انت في اي عام وقعت كارثه محطه تشيرنوبل النوويه الروسيه؟ 1983 1991 1986. هاي تشيرنوبل احترقت صار بها انفجار وقام يذبون من فوق عليها اسمنت ما ادري شلون سووها على كتله اسمنتيه هسه كفي لك الله. لا واحد يوصلها لا توصل للناس. بيا سنة انت يا مواليد قصه يا مواليد 82 يعني انت عمرك صغير وصايره وانت بكيفك بعد وبظلت يمك كلش صغير بعدك يعني يشيلون كيتش يعني. يلا عيد لك الاختيارات سريعا. 1986 1991 و 1983 1986
تكت لا لا يوصل لا يوصل لا يوصل صح 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 لا 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 خلاص 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 زين 86 زين زين خليك وياي روح مرحلة الوحش لو تاخذ ال 300 وتنسحب مرحلة الوحش والله ما يا سعد حبيبي ما اعرف شنو هي مرحلة الوحش ها يعني ما تتوقع السؤال شنو مثلا هذا سؤال المشروع اذا تجاوب عليه راح تاخذ المشروع اذا ما تجاوب راح ترجع لل 100000 نشوف السؤال لا لا مو لا 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 لو تقول نفوت لو لا خليني اشوف السؤال يلا لعد لا باوع خليك ويانا بالجو احنا فاصل قصير وراجعين لك يلا فاصل انتظرنا قصه انتظرنا وراجعين شبكتنا تغطي العراق من الشمال للجنوب. انترنت ضوئي 29,000 بس باستقرارية عالية وسرعة حقيقية. اتصل بمركز خدمة المشتركين هسه على الرقم 6119 وخليك وطني. هذا البرنامج برعاية مشاهدي برنامج اجر رزق من قناه الفرات قصي بعدك لو رحت قصي بس لا خلص واجبك وعفتنا ورحت قصي لا لا وياك بعدني شوف خلينا نسوي اتفاقيه يا اما تاخذ 300 وتنسحب وكل شماك صافيات حلالا تلالا لو تقول لا اروح للسؤال المشروع واحنا نتمنى تروح ويانا السؤال المشروع لكن بشروط الشروط اثنين الشرط الاول انه السؤال بعشر ثواني تجاوب عليه والشغله الثانيه لو ما جاوبت عليه ترجع على 100,000 الاولى وتطلع المسابقه عندك بس 100,000 وانت بكيفك لا استاذ حبيبي ناخذ 300 ونبصر شلون؟ ناخذ 300 ونروح تاخذ كيف؟ انت مخير احنا نتمنى واحد يعني تكون عدة جرأة ويقول اريد احنا جايبين المشاريع وهذه يلا حبيبي انت يلا قصر حبيبي بالعافيه عليك تستاهل شكرا لك وشكرا لاتصالك وشكرا لمشاركتك الاتصال بالبرنامج او المشاركه بالبرنامج هذا الرقم اللي تشوفوه على الواتساب فقط مو اتصال رسائل على الواتساب فقط هذا الرقم لا حد يتصل ترسل له حظك بالكنترول ولا دز يعني دز رسائل قصدي بها اسمك الثلاثي اسمك الثلاثي فقط فلان 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 يلا ويا رائد لطيف يا الله نقول الو 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 رائد الو رائد الو عمو الشبكه تقطع يمك الو رائد الو رائد رائد ابو الرود اخويا رائد رويد الو رؤودي وين راح؟ كل هالاسماء رائد شوفه وين؟ مو موجود عمي والله ما ادري ادق الباب على رائد؟ لا لا هو هسه يدق الباب علي انا مالك شغل اوكي والله هو ياهل هنا على الاتصال اي غير مكانك اي غير رائد غير نظل احنا عراقيين الو غير مكانك بدال ما يقول له الشغله ايش عندك شلونك؟ الو غير مكانك وليش غير مكانك يعني؟ والله ادري هي نهر مال مي وبي غميج وبي مقيش حتى يا الله يا الله يا يلا شوفوا لنا اذا ماكو غير رائد شوفوا لنا واحد بعدين رجعوا الرائد مو مشكله مو مشكله مو مشكله مو مشكله يعني زين عمو قبل يجينا رائد ما طول عندنا نحكي اجانا ميثم حسين علوان حلو يا الله ميثم حسين علوان الو 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 مرحبا استاذ ميثم الله يسلمك الله يحفظك رمضان كريم علينا وعليك رمضان كريم عليكم ان شاء الله ينعاد عليك وعلى العائله الكريمه بالصحه والسلامه واليمن والبركات يا رب الله يحفظك ويسلمك علينا وعليكم ان شاء الله من عواد وين ميثم منين منين احنا والله من المعامل
يعني هلا هلا وكل الهلا قلنا قلب ولسان. وين يا معامل؟ معامل المسائل مال حي النصر. وين؟ اقول حي النصر. ميثم من حي النصر؟ بس مع اصحابك اهدا ايش سويت؟ وين بحي النصر وين؟ سويت لنا ميثم بويا سويت لنا؟ والله على السياحي والله. هلا بجيراني اعصابك بس هلا والله عمو مشتاق المنطق ما يخالف يلا هلا بجيراني يلا يلا تعال قبل الاسئله قبل الاسئله مين فيهم جيران الله يسلمك الله يحفظك تعال 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 انا بقول جيراني تقول لي عمو على كيفك وي جيرانك شوف اشتغلت العنصريات لا عمو الفوقيه للحداري عمو والله لا بس والله مشتاق لهم هو روح لهم يلا روح سلم عليهم اروح يعني قول لهم رمضان كريم صار عمو روح لهم عرفتهم ورحت ما ادري وين ما اقدر هناك مطلوب فلوس يلا روح ببيتي تطلبني 150 مطلوب سلفه ببيتي ايه؟ صار اربع ايام بدك والله ذا لازم بارحة دازت البصمه اقول لك وين 150 وديه هنا زين يلا مرسم عيني جاهز خويا جاهز ان شاء الله يلا نقول يا الله انا راح اساعدك ان شاء الله بس انت امشي حيلك يا الله يا الله السؤال يقول اي من هذه الدول تطل سواحلها على البحر المتوسط شنو هي ما تقول لي سيبوي كاتب لي هاي والله لسل. انت صح نطقت سواحلها اي والله تطل صحيح روح 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 على البحر المتوسط والمحيط الاطلسي معا تونس لو المغرب لو الجزائر اي من بس عيد لنا السؤال اي من هذه الدول اكو دوله تطل سواحلها على البحر المتوسط والمحيط الاطلسي يعني مينهن؟ يعني صار ركن اي ركن تونس لو المغرب لو الجزائر تونس على البحر الابيض المغرب المغرب مبروك عليك ال 50 الف دينار عراق المقدمه من شاشه الفرات ومن برنامج اجى الرزق ايش عجب شو معزوم غير عني غير انا جاوبت يلا ميثم شد حيلك حتى لا يقولون لانه جيرانه يلا قول يا الله يعني اي بلي بلي يلا بالمناسبه شباب حتى ما طول ميثم ويانا بالجو وكل الناس ده شاهدنا احنا ماكو احد ويانا خسران يعني تقول الو انت اوريدي ماخذ 100,000 200,000 300,000 هذا البرنامج ما عندنا احد خسران الكل ربحان غايتنا هو ان نسمع صوتكم نطمئن عليكم نشوف الاجواء الرمضانيه يمكم شلون ماشيه وبس ونتونس يلا ميثم احنا نريد نعطيهم الجائزه اي بس نسوي السؤال الثاني يقول ما هو اللون الذي اذا خلط مع الازرق ينتج لون اخضر احمر لو اصفر لو اسود في الله بيعرفوا لها كفيلة اللون الذي إذا خلط مع الأزرق يصبح أيه. شنو؟ أخضر أحمر لو أصفر لو أسود بعد قول أصفر حيل خلي سمعك حتى لو شو اسمه قول أصفر بكل صوت قول أصفر قول قول ضلت أصفر عليك قول أصفر ها؟ أصفر مش مدري عافية عليك بس لا سمعني صار عندك 100,000 دينار عراقي بمحفظتك الله يسلمك هسه احنا هنا ساعدناك رايحين للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية هنا اعذرنا بالمساعدة اعذرنا، هنا إذا تجاوب على السؤال راح تاخذ أضعاف الخمسين يعني 100، السؤال ب 100,000، تمام؟ نعم يلا نقول يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يلا أسئلة المرحلة الثانية، السؤال الأول يقول ما هو عكس كلمة كريم؟ الله الذليل البخيل الدليل عكس الكريم البخيل عافية عليك صح صار صح عندك 200,000 دينار عراقي رحم الله والديك مسيطر يلا مسيطر انت رايحين روح على السؤال الثاني روح. بالمرحلة الثانية شد حيلك نقول يا الله ظاهرة الجزر لا الجزر الجزر العفو يابا انا عبالي الجزر هذا مال لا افلام كارتون المدو الجزر في البصرة يعرف ظاهرة الجزر البصرة تحياتنا يحدث فيها ارتفاع الموج لو تراجع البحر لو هدوء البحر تراجع البحر عافية عليك صح صار صح عندك 300,000 دينار عراقي مقدمة من برنامج اجى الرزق ومن شاشة الفرات والله ابن المعامل سبع ابن المعامل ابن حي النصر تحياتي لكل اهلنا بالمعامل بدا من حي النصر السياحي حي البتول الحسينيه العماري هناك كلها ناس عمو بسيطه ونعم وناس جاويد اي واصلهم والله العظيم طيبين الف الحمد لله والشكر يلا نروح للمرحله اللي هي مرحله الوحش مرحله المشروع إذا ما تجاوب ترجع لل 100,000 لو تاخذ 300 وتقول لي صافي باي باي. اي والله احنا نريد المشروع، عارفين المشروع. حلو حلو. شنو ببالك؟ شنو المشروع اللي ببالك؟
مشروع والله مال يعني بيع اجهزه شغلات موبايلات محل مال موبايلات. ما عندنا مشكله نقول يا الله، بس قل لي جاهز؟ انا ما اريدك تخسر ترجع لل 100,000. لا لا ان شاء الله جاهز. يلا نقول يا الله. شو اسمه؟ نقول يا الله. هيثم. هيثم عمو. ونروح سؤال المشروع. هيثم. هيثم. نعم وياك ان شاء الله. تعال تعال تعال. اسمع سؤال المشروع من عم راحوا. تعال 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 تعال. اها حتى شنو تسمع السؤال عدل واريدك تجيب الجواب هيك يكون هيك بخشم مصطفى. يلا تاخذ المشروع. يلا يا الله اتمنى. هيثم ابوي ابوي اتمنى. انا اريد نعطيك مشروع. احنا نريد نعطيك مشروع. السؤال اسمعني شو يقول. عندك 10 ثواني تجاوبين. اذا ما جاوبت ترجع ال 100,000 بس وتاخذها وتتوكل على الله. لا. نقول السؤال نقوله يا الله يا الله. السؤال يقول قصة حب تاريخية حدثت بين كليوباترا ويوليوس قيصر بروتس كولوديوس. قصة حب حدثت بين كليوباترا اي وياها من ذول الثلاثة. بس الخيارات موجودة الخيارات حتى انت يا بروتس اذا فليموت. لا 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 خلص الوقت. بين كليوباترا. خلص خلص الوقت خلص الوقت خلص الوقت ميثم. خلص الوقت وما جاوبتنا. خلص الوقت حتى لو تجاوب مو احنا اعطوناها باذن. قالوا خلص الوقت. هو الجواب الصحيح يوليوس قيصر. يوليوس قيصر هذا اللي كتلو ربعه. والله يا ميثم شنت من البدايه حاب تاخذ ال 300 وتقول لي باي باي. لا انا بالعكس انا حبيت عندها يروح المغامره والتجربه شيء حلو انه واحد يجرب. يعني لو محصل اليوم ويانا ميثم المشروع كان اخذنا محل مال الموبايلات. يلا مع ذلك نتمنى لك حظ اوفر وتحياتي لك والكل اهلنا بالمعامل. مره اخرى بالبرنامج مبروك عليك ال 100,000 دينار عراقي. هذا مو معنى انه بعد ما تقدر تشترك. لا لا يقدر يشترك بعد. يلا منا لحد ورا العيد يعني تقدر تشترك بالحلقات القادمه. اعطونا بعد متسابق قيصر احمد منو؟ علي 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 يحيى ابراهيم علي علي طبعا جماعه قيصر الثاني حيل انا هم يعني عليكم السلام مخرج. كيفك انت تريد تتصرف ويا له بالفاصل راح راح اخرب الحكي واجيك حافي ابو متاخر علي صح. علي علي علاوي علاوي راعي الاتصال ليش يا مرات تصير مشكله؟ لان الاتصال يصير بالواتساب يعني مو على الخط مو على الخط على الواتساب هي يعني البرنامج هاي ليش حتى انت لا انت تخسر بالاتصال ولا تخسر بالرساله مباشر عقب واحد يلاقى مصطفى يلاقينا خسرتوني. ما عندنا اي خساره ما تخسر ولا فلس. هو من ضمن يعني الانترنت انت النهار كله تراسل بيه ومكنك. خلي نروح فاصل نامن. خلي نروح اشوف مصطفى سوالي مشكله بالكنترول اخوان. فاصل وارجع لكم. شبكتنا تغطي العراق من الشمال للجنوب. انترنت ضوئي 29,000 بس باستقرارية عالية وسرعة حقيقية. اتصل بمركز خدمة المشتركين هسة على الرقم 6119 وخليك وطني. هذا البرنامج برعاية كمان مرة أخرى برنامج جيجا رزق من قناة الفرات. أنا صدق عبالي مصطفى سباعي وهذا طلع رايح طلع بوخة كل شيء معه. الواحد بوخة وفارغ وفشني بعيد. على العموم بس كون عاد اقطع الصوت عنا لا يسوي لنا طلابة من يصعد بالكنترول.
المشاركه قلت بالبرنامج لحد الان هو يسالنا، المشكله البارحه واحد يسال شلون نشارك؟ يعني معقول اليوم ايش قد بشهر رمضان المبارك؟ الرقم اللي يطلع هذا هسه امامكم الرقم بس بالواتساب، دز بي اسمك الثلاث هاي بس، لا تدز رساله ولا تتصل بي، واحنا الغايه الاولى والاخيره انه نفوز المشتركين ويانا يعني. لكن شقد نفرح من يجي واحد يقول والله انا اريد المشروع، يعني اريد اخذ المشروع، لان احنا بصراحه عندنا مشاريع كلش هوايه، نتمنى واحد يكون عنده الجرأة يقول عندي مشروع ونتمنى يجاوب. لكن تقول ان نساعد، احنا ودنا يفوز بالمراحل الاولى البسيطه يعني، حتى لا يطلع من عندنا فارغ ويزعل يقول شو كل شيء ما حصلت من عندكم، يعني بالقليل بالقليل ياخذ له 100,000، هاي رصيد مسواق يوم يعني تسد ال 100,000 هالايام تفيد ان شاء الله. ربي يحفظكم جميعا، الصيام مقبول الجميع الصيام، لكن خلي شويه يكون صيامنا مو بس حلقك يابس وعطشان وتعبان وجوعان وانت قاعد ويا رحومي ومقصكم مشتغل، قيصر هيش طوله وهيش عرضه، بيرو هيش ومرتضى، لا هذه عليمه، والله لن تنال من صيامك الا الجوع والعطش. اول ما احكي عن نفسي اول واحد خاف يقول يوم صايرنا مصلح اجتماعي، فانت خلي يكون صيامك صادق صادق فعلا وقولا، يعني يطلق عليك اسم صايم، مو جارك جارك دير بالك عليه، يعني الطفل تلاقيه، السياره تصعد بيها، ابو التاكسي، ابو كل شيء، الشارع تحترمه، حتى من الذب تكرم اخي يا امه اخي يا امه، وانا عرفتك بوخه عرفتك بوخه اخي يا امه، يعني بشرفك اخي يا امه، لك اكو خبل اكو خبل يروح ما ويا 12 13 واحد عم رحومه، وغير مو شفتهم في عم رحومه ها عيوني دنع لك موجودات، بس يا ترى يشتغل اللولا ما ادري، عم ابيض واسود صدق اللاصق هم حلو زين ابيض، انت اليوم طالع ابيض واسود من قاعك عمو ها حبيبي انفخ بعيني بش كان شنو؟ كان هاش معقوله؟ لك بقبق عينك يعني متحرك والشبكه هي مضروبه عمو انا بس صحيت قيصر اي قام لحمد موله مثل سبايدر مان ويلي شورطك وياه داحت امي لك هذا يسموه القنفذ الطائر والكنترول يمن ايه يم طارق بيرو لازم اليد اكس مربع ترب ويلي شو وداك هذا بيرو دخل زوم بعينك مبين عليك طبعا يلا حبيبي ما يخالف لو جايب ثلج لو جايب شيء بس شوي ركز شلون راح اخلص البرنامج تك عين لا ما يخالف حبيبي بس احنا عده شغله يعني اذا خلصنا البرنامج انا وياك نفلت قصدي يعني نطلع من الباب الخارج الحكي بيناتنا اي الولد قالوا اليوم فايز ليطلع من الاستوديو هم ايش قالوا؟ ايه خل نقدم اسبوع مال اسبوع حلقات اليوم خمسة ايام مال اسبوع اي نبقى هنا للصبح لما يجي المدير العام يخلص فوش حتى وين ارجع للبيت اي احسن انت اللاصه يا منك ومن من لو مكتورين بالبيت عم كتله البيت ولا كتله الجماعه آه. والله انت دارو. شايف اذا بلش بيك بهاي الحدايد مال هذا الجيم الجيم ايش يسوي شوف من ورا الكتله حتى الاسئله روح حبيبي حبيبي ارتاح ارتاح اجيب الاسئله ما يخالف صفاوه حبيبي ابو اسد الغالي حفيدو يحفظ وليدك يا غالي الله يديك عمو بس نافخ روحك عليه كل شيء ماكو كل ساوند بسط لك بسط طول متصل عيني من ويانا ام علي ام علي يا ام علي وين ام علي ام علي بالمطبخ هسه احتمال سوى حلاوه الشعريه وعايفتني شلون دزيت رقمك يا اسمك يا عمو ام علي ام علي خاله يا ام علي ماكو أيوة. بالمناسبه اللي دز اسمه خلي تليفونه يمه يعني وخليه مكنك يعني بالانترنت أيوة. اه ام علي ويانا ايوه السلام عليكم عليكم السلام حياك الله ام علي صيام مقبول رمضان كريم اصل الله مالك رحم الله والديك رمضان كريم الله يسلمك ام علي من يا محافظه من كربلاء حي الله الكربلاء مية هلا بيك عمو تشتغلين ام علي يعني ربة بيت موظفة؟ ربة بيت لا ربة بيت يا الله ام علي يرحم والديك ام علي يعني انت عندك بس علي لو خير وبركة ان شاء الله عندك غيرهم؟ لا عندي مهدي بعد يا الله الله يحفظك ام علي بروح امك هسه انت وين بال 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 بالمطبخ بال بالاستقبال وين بالضبط وين؟ لا خلصنا من المطبخ بالمطبخ؟ لا خلصنا من المطبخ ام علي بس فدوى هذا الجدر الصغير ايش بيه هذا اللي حاطينه بالزاويه هذا بعد بعد اه والله إيه؟ اليوم مرقت شجار الله ورق وكبه الله 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 احكي لي ام علي خير من الله
ام علي وذاك الجدر ذاك 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 شويه شبير ذاك ذاك ايش فيه؟ وغير التمن ويا المرقه ها حلو 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 تمن الله وشجر انا احب الشجر ليفا يكون عليك الجماعه جماعه مصطفى والله حشى نعمه الله اوه شجر لا اطيب شيء شجر الله ما لا غيرك غيرك جماعه انا ما اقول ايش لا عاد تقول بس عادي واحد ما يحب اكلي انا ما احب الشجر اسالني ليش رحم الله والديك راح شيل والله ليش ما تحب مره خذتك معالي دقيقه خلي شوف هذا الجيل ليش ما يحب الشجر ليش ما تحب الشجر بابا يا اخي اكله تحير مثل يوم السبت لا يا بدايه لا يا نهايه هاي انت تقول عليها ايه؟ لك تدري الشجر هسه ايه؟ اكتشف احكي لكم شوي احكي لكم عن الشجر شوف براك تدري الشجر من الخضره المحاربه لامراض السرطان صدق اي والله هذا الشجر المستهينين به بعد من اليوم حاكل شجر رحم الله والدي والله يبعد عنك كل الامراض عجبتك هاي ما حاكل شجر عجبني عجبني خل شوف ام علي شنو ام علي تسلمين يلا ام علي نبدا وياك على بركه الله نسالك بالمرحله الاولى عندنا سؤالين كل سؤال ب 50 الف وبعدين نروح قبل على المرحله الثانيه كل سؤال ب 200 الف يلا يا الله يا الله يلا بسم الله الرحمن الرحيم اسئله المرحله الاولى يقول كلمه الضرير تعني الاب كم أو الأعمى ما أحب هاي الكلمة الثانية أبداً ما أحب أبداً الأعمى. ما أحب الأعمى صح 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 عافية عليك عافية هاي عدش 50 ألف عدش 50 ألف السؤال الثاني يلا خاف شوية شو مسويت لهم تحلاق رجعنا على سالفة المطبخ لك بابا وش عندك هسه غير التفطرت وجيت لكن العراقيات مبدعات بالمطبخ كبيلك الله يسول لك من الماكو شيء شيء خوش وراها البرنامج ان شاء الله اي راح اسوي لك برنامج مال الطبخ واريدك تنام بالمطبخ تاخذ راحتك والبس الوزره واحط هاي هالشكل ويلي يابا شوف شو راح اسوي والله استكان شهر روحك ما بك حيل تسوي اي والله كهرب البيت كهرب اي ولذلك انا لا البيت مبدعين بالطبخ والله حقيقه يا شو سويت لهم تحليه يا ام علي؟ والله اليوم ما سويت تحليه وي جيتنا احنا يا ام علي ما سويت شرابت على الشرابت يلا اخي امحل السؤال الثاني يا ام علي السؤال الثاني المغارات التي تكون داخل الجبل تسمى هاي عندكم كربله هواي خير هفوف كهوف رفوف المغارات اللي بالجبال هاي الهفوف لو كهوف لو رفوف كهوف كهوف صح 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 عافية عليك صح عافية عليك ام علي عافية حتى ما نعطلك ام علي علي صار عندك 100 ألف دينار عراقي حتى تسوي لهم حلاوة الشعرية بروح امك خطية سوي العلاوي وهذا القاعد يمك هذا منو هذا القاعد قبالنا هذا منو هذا المهدي مهدي عمه حبيبي شلونك حبيبي مهدي سلمك الله بدي اروح لك هسه راح اليوم اسوي لك الوالده حلاوه الشعريه واذا ما سوت لك نزعل وياها السؤال بالمرحله الثانيه السؤال الاول قد والله هسه باللغه العربيه ام علي شو لها شغله بس يلا معلومه قد اذا دخلت على الفعل الماضي فانها ستفيد التمديد التسديد التاكيد ها ام علي قد التمديد اي شنو شنو التمديد قلت التأكيد التأكيد التمديد ها التأكيد والله صح عافية عليك صح 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 عافية عليك صار عندك 200 ألف دينار عراقي خال ام علي احفظ فلوسك احفظ فلوسك 200 ألف وانت بعد بكيفك بعد عدة سؤال حتى يصير 300 ألف وراح بعد وراها العملة كبيرة شوف يا الله المية الثالثة اثنين هذا يخص لبس يعني اللبس مالت النساء يلا الساري طبعا تحية لقيصر الساري مخرجنا حبيبي اقول لما اخذ اسم هذا والله شوف شلون فتشيك اليوم كلها ما سالفة من يمك الله اللي يستر بنطلع من الساري هو الزي الرسمي لدولة الهند اليابان تايلاند مبين الهند صح عافية عليك ام علي صار وعندك 300 ألف دينار عراقي مقدمة من برنامج اجر الرزق ومن شاشة الفرات خال ام علي ركزي وياي خليك بالسيفتي على قولة عمرو حومي احنا رايحين على المشروع احنا رايحين لمرحلة الوحش مرحلة المشروع سؤال المشروع اذا جاوبتي عليه راح تاخذين المشروع اذا ما جاوبتي عليه يا خالة يا ام علي راح ترجعين لل 100 ألف دينار وانت بعد بكيفك اذا تقول ارد انسحب هسه ها
تاخذ 300,000 وتروح لهل سوى حلاوه الشعريه العلاوه ومهدي. كيف؟ انا راح انام من هالحد ما تجاوب خلاص. لا لا جاوب جاوب. ها؟ نكمل ان شاء الله. يا الله ايه ام علي زين ام علي شنو مشروعك؟ مثلا محل الحلويات بما ان ذكرنا حلاوه الشعريه. والله ما الطبخ يعني شغل يعني شنو مثلا شو تسوي مثلا؟ كباب بيتزا. حلو اي مال اكلات سريعه يعني مطعم صغير مال اكلات سريعه. اي همز حلو والله حلو هذا المشروع يخبل. وذا عراقيه عراقيه طباخه مضبوطه كفيلك الله رزقه كل الزين. رحمه الله. هسه احنا راح نسالك سؤال المشروع ام علي لكن بعشر ثواني تجاوبين واذا ما جاوبتي ترجعين لل 100,000 واذا جاوبتي ما راح تاخذين 300,000 راح تاخذين المشروع بس المشروع يعني 300,000 ما تاخذين. اوكي جاهزين نسال على المشروع؟ ان شاء الله. يا الله يا الله. سؤال المشروع يقول من هو مخترع جهاز الحاسوب تشارلز باريبقا تشارلز لوراند توماس اديسون؟ ذول ثلاث اسماء اختاري واحد بسرعه. توماس اختار واحد ياها من عندهم بسرعه. توماس اديسون اختار واحد بسرعة أم علي. توماس أديسون اختار واحد أم علي. تشارلز بالزيكا. خلص الوقت يا هل ثبتت عليه واحد واحد رقم واحد واحد رقم واحد اللي هو تشارلز باريبقا. شتري شتوقعين جوابك صح لو غلط أم علي؟ إن شاء الله صح. بالله طلعوا لها جوابها أم علي طلعوا لي اياه. الله عفية عليك يا ام علي مبروك عليك جائزة البرنامج الكبرى واللي هي المشروع. يا الله مبروك عليك يا ام علي فزت ويانا مشروع. انت هسه تطلبين لنا مشروع وبيج خير وتدللي وهذا مشروعك لطيف جدا يعني الاكلات السريعة مشروع ممتاز وان شاء الله ربي يرزقك ويحفظك. تحياتنا لكل اهل علي تحياتنا لك وراح يتواصلون وياك الكنترول حتى تاخذين جائزتك. فاصل قصير وبعدها راجعين حتى نكمل مشوار حلقه اليوم. هذا البرنامج برعايه شبكتنا تغطي العراق من الشمال للجنوب. انترنت ضوئي 29,000 بس باستقرارية عالية وسرعة حقيقية. اتصل بمركز خدمة المشتركين هسة على الرقم 6119 وخليك وطني. هذا البرنامج برعاية هذه برنامج اجر رزق من قناه الفرات. البارحه وجهنا تحيه لكل جيراننا وشلون صفاوي والشيء الحلو بينا احنا ومن سجارنا حتى لو نسكن يم اسبوع شهر يبقى هو اسمه جار. يعني هو اسم مصطفى بينه وبين دول جيراننا عشرات الكيلوات لكن يبقون جيران. حتى انا ايضا شنو جيراني يمهم اتذكرهم خير وسلامه. فجيران الحاليين اللي هم مدينه الشاميه بالديوانيه
في مجمع الشامية السكنة. تحية لهم، تحية كبيرة لكل جيراني، ربي يحفظهم إن شاء الله وجورة الخير والبركة. وأشكركم، تحية لكل أهل الشامية الرائعين، الأستاذ محمد العقابي، السيد علي العنكوشي، تحية للسيد يوسف، أستاذ أحمد، أستاذ الحبيب، أستاذ واثق، تحية لكل جيراني في مجمع الشامية، ربي يحفظكم إن شاء الله ونلتقي بخير وسلامة دائما، وإن شاء الله إن شاء الله أجي أزوركم عن قريب جدا. نجي هسه للمتصل الخامس عندنا، طبعا أم علي عجبتيني والله، يعني أم علي اليوم سوت لها في السالفة كلش كلش حلوة. هو احنا غاية البرنامج، هدف البرنامج انه نوزع مشاريع، مو نوزع، يعني نفوز بهذا المشروع نسوي له مشروع. فأم علي قالت لك خلها طق هالبيضة بهالحايط وش يطلع يطلع، وطلع لها مشروع مرتب. منو عندنا يا قيصر؟ قيصر أم حيدر، يا الله أم حيدر، أم حيدر، ألو أم حيدر، حيدر النت عندهم ضعيف أم حيدر، هسه تحكي أم حيدر إن شاء الله. ها أم حيدر، ألو السلام عليكم. السلام عليكم. تعال 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 أم حيدر شوي قربي لي، طلع 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 من هذا مع الاختر بعد، تعال تعال شوي علي خلينا نسمعك شوي صوت أم حيدر بعد بعد، تعال 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 عم رحومي يمك ثبتي لي هسا يمك ام حيدر. عافية ام حيدر، من يا مدينة عمو؟ من يا محافظة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. منين عمو انت؟ من يا محافظة؟ انا اولا من طيبة وياكم، من الديوانية. من الديوانية؟ هسا ابن الحلال بنشر اهل الديوانية، تحية لكل اهل الديوانية. هلا باهل الديوانية، هلا مطيبة، هلا بالديوانية، هلا بغماس، هلا بالصلاحية، المهناوية، الشنافية، الشافعية، الغالية، السنية، الحمزة الغربي، يا يا بشري حمزة الشرقي، هلا بأهل الديواني. منين بالديوانية يا عمو؟ من الحضارة. حي الله، حي الحضارة وجامعة القادسية وكل جامعة والجامعة الإسلامية بالديوانية. يلا عمو خلينا نبدأ بجات السريع، عندنا ما عندنا وقت، ما عندنا وقت، ما عندنا وقت. أنت ببالك مشروع، ببالك مشروع؟ أنا صراحة أنا ببالي مشروع، بس أنا خائفة يعني ما أقدر أوصل مشروع، يعني أقول إن شاء الله أوصل لل 300 لأن أنا يا الله يا الله يا الله يا الله، ما دام عندنا بعد كم دقيقة، يا الله يا الله يا الله يا الله. تعالي السؤال الأول يقول عمو مطيبة، يلا يلا، كم جزء يحتوي القرآن الكريم؟ هذا ايش طلع السؤال كل سهل وحلو، 20 40 30 مبين 40 30 30 30 هاي 50000. عافية عافية. تعالي السؤال الثاني قيصر، ايش قد عندنا وقت؟ قيصر قمحتك يا قيصر، غير يحكي. يلا عمو السؤال الثاني، السؤال الثاني، أي المدن اعتمدتها تركيا لتكون عاصمتها الجديدة؟ أنقرة، اسطنبول، أزمير. بين ذيك وذيك عاصمة الجغرافية. ها ها اسطنبول، أنقرة، أنقرة، صح صح، أنقرة 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 أنقرة، هاي أهل الديوانية، هاي أهل الديوانية عمو. أنقرة، أنقرة عاصمة تركيا، رحم والديك يا عمو. هاي اسطنبول مال قبل. تعال المرحلة الثانية، السؤال الأول يقول يا يا كفيل إن شاء الله، بس نريد نطيش الجوائز بس يا عم، خاف الديوانية باكر عاتبوني يسألوني ليش بس بنت الديوانية مساعدتها. السؤال يقول التعب الحاصل من حمل الأثقال أو السفر هو جفاء، عناء، مثابرة؟ تعب يعني واحد عناء. صح 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 صح. عدش 200 ألف هسا، عدش 200 ألف وعدنا دقيقة واحدة، خلنا نطيش السؤال الثاني بالمرحلة الثانية. تمام أنا أخوك، ها منين جبتوها لمطيبة هذا السؤال؟ بحكي الله يسهلها. أين يقع نهر الأمازون؟ أمريكا الجنوبية، أستراليا، أفريقيا؟ عيد الاختيارات. أين يقع نهر الأمازون؟ أمريكا الجنوبية، أستراليا، أفريقيا؟ السؤال الأول كنت تعرفه؟ قالت الأول. شلون؟ لا لا لا، قالت الأول، قالت الأول. أنت سمعتها؟ مبروك عليك، شريت 300 ألف خالص. عافية عافية صفا، عافية صفا، عافية عافية. هبت الديوانية يا عبي، على راسي، يسلم راحتك ديوانية وأهلي. عافية عليك، على راسي الديوانية وأهلي. تعرف يعني الديوانية؟ تحياتي كلها أنا بالديوانية. الله الله الله، شوملي الله. لا بعد شوملي، شوملي الحلة، أضرب أضرب يا أهل ورطك. قال لك شوملي، من قال لك للديوانية؟ المخرج، المخرج شوملي الحلة، مع تحياتي. ما أدري أنا سايق على الخط، ما هذا المخرج ورطني. ما بتعرف الديوانية شنو؟ تعرف شامية، إي شامية، ولاية مصطفاسي. هسا وجهت لهم تحية، مجمع شو اسمها؟ شافعية، هذول كلهم شنافية.
شنو؟ شنافيه شنافيه صلاحيه المهناويه اخوان تحياتي لكم. شكرا مطيبه، شكرا عمو الك. عندنا 300,000 دينار. عندنا ميديم عمو. شو صدقنا هنا هاي كبير النوب قلب علينا. يلا عيني تحياتنا لكل مشاهدينا ومتابعينا الكرام اينما كانوا. عجبتك اينما كانوا؟ عجبتك كلش عجبتك. تحيات حب واحترام الى 18 وحده اداريه من الشمال الى الجنوب. وصلنا لكم الختام حلقه اليوم، تحياتي لكم انا وعمر رحومي. مكسر القياده والاخراج كان قيصر ساري، صوتنا النقي كان على يد احمد مولى، الكاميرا طارق بيرو. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي غدا لك والله في نفس الموعد منتظر في امان الله. ميت مصور عندك ساك هاكم.